لعب طويله اماميه، صلاح سليمان يرد، نور السيد يمشي، حلوه الباصه في المساحه يا ولد يا لعيب لشرويده، شرويده شرويده يقف على حدود منطقه الجزاء يستنى ناصف وعرضيات ناصف، وناصف يلعبها يحاول يستلمها ترجع تاني لسه مفيش رايه، وشرويده يرد لورا ونور، جول جول، حلوه 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 من شرويده ومتابعه نور السيد في المرمى، ويسجل الهدف الثالث لإمبي. مش ممكن إمبي في 3 دقايق سجلوا جونين. ادي اللعبه من الاول مش متسلل خالص، مأخر ورا بذكاء، ادي ذكاء شرويده انه تأخر ورا عشان ما يقعش في مصيده تسلل، ونور مدفعجي طبيعي طبعا منذ ان كان في الجونه ونادي الزمالك، وعاد الى إمبي حطها له شرويده بلمسه سحريه، كره جايه بسورد عشان هو لما يحط الصباع الصغير فيها تروح زي ما هو عايز زي ما شفنا كده، وبالفعل إمبي في 3 دقايق